عصي على النسيان، مشهد ضمن سلسلة مشاهد الإذلال المتعمد من بوتين لبشار أسد وميليشياته. إذلال يقابل بكثير من المديح والثناء من بشار أسد على قوات الاحتلال الروسي بخنوع لا مثيل له. وأهنئكم على الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية إلى جانب إخوتكم في الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب. بشكل خاص الطيارين منهم الذين لا يهدؤون منذ مطلع الفجر حتى غياب الشمس. وفي الحديث عن المديح، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يكافئ أحد الطيارين الروس في قاعدة حميميم العسكرية لتنفيذه أكثر من 300 طلعة جوية، طلعات نفذ خلالها مئات الغارات على مدن وبلدات وقرى سورية، حصد خلالها آلاف الأرواح فضلا عن الدمار والتهجير للمدنيين. تكريم شويغو للطيار الروسي جاء خلال زيارة إلى قاعدة حميميم العسكرية في طرطوس لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط بمشاركة أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والبحر الأسود للتدرب على رصد الغواصات المعادية وفرض السيطرة على الملاحة في البحر وتنظيم عبور الطائرات لأجواء المنطقة بحسب وزارة الدفاع الروسية بالتوازي مع اشتداد الأزمة الأوكرانية. بالتزامن مع تكريم الاحتلال الروسي لطياريه على إجرامهم بحق السوريين، تصر ميليشيات أسد الطائفية على إثبات دمويتها وبرهنت أنها لا تقل إجراماً عن أسيادها الروس، إذ قتل 4 أشخاص على الأقل بقصف على تجمع صهاريج الوقود قرب مخيم للنازحين في محيط مدينة الدانا وبلدة ترمنين شمال إدلب. بس ابتعدوا شوي، قوموا شباب، قوموا 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 يا رب. فيما لم تتخلف ميليشيات قسد عن ركب القتلة، إذ سبقت ميليشيات أسد بارتكاب مجزرة في مدينة عزاز شمال حلب راح ضحيتها 14 مدنيا بين قتيل وجريح، ليظل السوريون ضحية يحتفل بقتلها على مسمع ومرأى العالم. Let's go.